لك وهي جميع أنا اليوم سعيد باستقبال صديقتي وزميلتي أوليفيا غوامبا بمناسبة زيارتها للمغرب في إطار التنسيق المستمر بيننا. لقاءنا اليوم كان مناسبة للتأكيد على دعم المغرب لاستقرار بوركينا فاسو، خاصة في هذه المرحلة الخاصة من تاريخها الحديث. والمملكة المغربية عندها ثقة في قدرة شعب بوركينا فاسو، عندها ثقة في قدرة القوى الحية في بوركينا فاسو لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على اللحمة الوطنية، للحفاظ على الاستقرار، وللحفاظ على أمن المواطنين لهذا البلد الإفريقي الشقيق. كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، علاقتنا هي علاقات متجذرة، علاقات بين شعبين شقيقين قائمة على التضامن وقائمة على التعاون المثمر وقائمة على قدرتها على التأقلم مع مختلف السياقات. وفي هذا الإطار كان جاء إطار هذا التضامن، كان جات التعليمات الملكية السامية بأن بوركينا فاسو تكون من الدول اللي استفدت من الدعم الطبي اللي قدمته المملكة المغربية خلال جائحة كوفيد. وهذا التضامن غيكون دائما هو السمة المميزة لعلاقتنا، وهو الذي سيطبع دائما تعاوننا. يمكنكم أن تثقوا في المغرب كصديق وفي وكشريك متضامن مع بلدكم. أولويتنا دائما وأولوية التي يصر عليها دائما جلالة الملك هي الاستقرار والاهتمام بالتنمية في الدول الإفريقية. بالتالي فكل ما من شأنه دعم الاستقرار في بوركينا فاسو نحن ندعمه ونحن نؤيده، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة مقدمة لزيارات أخرى. ثم دائما مرحب بكم عزيزتي أوليفيا في بلدكم، وستكون دائما زيارات مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا. كذلك زيارة اليوم كانت مناسبة باش يقدم السفير الجديد نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبوركينا فاسو لدى جلالة الملك، وهذا غيمكن من متابعة مستمرة لمشاريع التعاون بيننا ولدعم كل المبادرات اللي يمكن تساهم في استقرار بوركينا فاسو. أريد كذلك بهذه المناسبة أن أؤكد على تقديرنا للدور اللي كتقوم به بوركينا فاسو في إطار مجموعة جي 5 ساحل لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وهي مناسبة كذلك لتأكيد دعمنا وتضامننا مع بوركينا فاسو في كل ما تقوم به لمحاربة الإرهاب الذي يهدد استقرار البلد وطمأنينة ساكنته. وبحال اللي أكد المغرب على ذلك خلال الاجتماع الأخير اللي كان في نيامي
للمكون الإفريقي للتحالف ضد داعش. بوركينا فاسو تتعرض لهجومات إرهابية متتالية وتحتاج إلى دعم من مختلف كل الدول، لأن ما تقوم به بوركينا فاسو هو لسلامة مواطنيها، ولكن كذلك هي في المقدمة لحرب باسم المنطقة كذلك. ومن هذا المنطلق فدعم هذا ما تقوم به بوركينا فاسو لمكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية يستلزم دعم من الجميع. لقاءنا اليوم كان مناسبة كذلك للتأكيد على مختلف أوجه التعاون بين بلدينا، سواء في إطار التكوين، وكنظن أننا في السنوات الأخيرة كان رفع من حصص المنح المقدمة لبوركينا فاسو، انتقلنا من 100 بعد فتح القنصلية في مدينة الداخلة، تزادت 30 منحة للتكوين في الصحراء المغربية، واليوم اتفقنا على تخصيص 50 منحة جديدة للتعاون التقني القطاعي بين بلدينا. وكما أكد على ذلك جلالة الملك في أكثر مرة، المغرب مستعد دائما لتقاسم تجربته، لتقاسم خبرته في مجال التعاون القطاعي مع كل أشقاء الأفارقة، وبالتالي فهذه 50 منحة يمكن لها تساهم في دعم تعاوننا القطاعي. تحدثنا كذلك على القضايا الإقليمية خاصة في إفريقيا ومنطقة الساحل بصفة خاصة، وكان التأكيد على أننا عندنا وجهات نظر متقاربة جدا حول الوضع وكيفية التعامل معه، ويمكن نشتغلوا في إطار حوار هادئ ومثمر باش أن استقرار المنطقة يكون هو الأولوية، وتملك المحاربة ضد الإرهاب من قبل الدول المعنية يكون هو الأساس لنجاح أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب. مرة أخرى مرحبا بك في بلدك الثاني، ونتمنى بأن هذه الزيارة تفتح آفاق لتعاون أكثر بين بلدينا. شكرا. Le sol de votre très belle capitale. Et je voudrais me réjouir vraiment de cette opportunité d'échange, cette opportunité de visite, et parce qu'en bilatéral à Rabat, c'est une première. Oui. Parce que ça a été plusieurs fois reporté. Mais le fait que nous soyons ici témoigne justement de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et le Maroc. Ces deux pays ont toujours eu des relations séculaires de fraternité et d'amitié, et ponctuées justement de soutien réciproque sur la scène internationale et aussi dans certaines scènes sous-régionales. Et je voudrais vraiment dire mes mots de remerciement à l'endroit du peuple frère marocain pour la solidarité manifestée et au Burkina Faso, surtout en cette phase assez particulière de son histoire. Et tu l'as si bien relevé, nous avons d'énormes défis au Burkina Faso. La question sécuritaire qui demeure une priorité, parce que depuis 2016, le Burkina Faso est en proie à l'hydre terroriste. Et de terroristes qui ont endeuillé notre armée, qui a endeuillé nos populations et qui a en fait son corollaire de conséquences sur le plan humanitaire, avec actuellement pratiquement 2 millions de personnes déplacées internes qui vivent dans des camps, défis alimentaires parce que la sécheresse aussi a fait sa part de choses.
Et ces terroristes-là n'ont pas manqué justement de prendre possession des terres de ces personnes déplacées. Et actuellement, on est à pratiquement 40% du territoire burkinabé qui est sous emprise terroriste. Et au-delà, il faut dire qu'au niveau sécuritaire, il nous faut vraiment de l'aide. Et le Maroc, à ce niveau, n'a ménagé aucun effort pour justement témoigner toute sa solidarité. Et nous voulons vraiment, au nom de la plus haute autorité burkinabé, Son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, témoigner toute notre gratitude pour ce soutien indéfectible du peuple frère marocain. Je voulais relever un aspect très important qui est actuellement que la vision du président de la transition au Burkina Faso se décline en 4 axes principaux. Et le premier, justement, porte sur l'intégrité territoriale, la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso et la lutte contre le terrorisme. Et le second aspect porte sur les questions humanitaires. Et le troisième axe porte sur la refondation de l'État. Parce que il va sans dire que c'est la question de la mauvaise gouvernance qui a aussi donné lieu à l'installation de ce que nous vivons comme situation actuellement. Et le quatrième axe porte sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Et au niveau de ces 4 axes-là, le Maroc a été présent pour soutenir le Burkina Faso. Et je voudrais vraiment vous dire merci pour cela. Et merci aussi pour les différentes annonces allant dans le sens justement et de nous apporter un appui considérable en termes de formation, et en termes justement de dynamisation de certains domaines sectoriels tels que l'agriculture, tels que la santé, et pour ne citer que ces aspects-là. Et merci aussi pour le renforcement sur le plan diplomatique de nos relations. Et parce que, comme certainement d'aucuns le savent, la CEDEAO a émis justement une décision interdisant et le président et les membres du gouvernement et les hauts cadres de Burkina Faso d'effectuer des déplacements à l'international. Mais j'avoue que cela ne fait pas l'unanimité. Et le Maroc, pour témoigner justement son amitié, sa fraternité à l'endroit du Burkina Faso, a voulu nous recevoir ici. Ça, c'est vraiment une marque de confiance et une marque de fraternité, une manifestation d'amitié sans faille. Et nous voulons vous dire merci. Et je puis aussi rassurer mon cher Burita ici présent que le Burkina Faso tient à rappeler son soutien, ce soutien à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du peuple frère du Maroc. Et le second aspect que je veux relever, c'est que sur la scène internationale, en l'occurrence au sein de l'Organisation des Nations Unies, et les positions qui vont justement dans le sens d'exprimer la souveraineté du peuple marocain et du territoire du Maroc, le Burkina Faso adhère entièrement. Donc ça, vous pouvez en être sûr, que le Burkina Faso reste en phase et dans la même dynamique justement de soutien pour manifester aussi notre fraternité à votre endroit. Et je voulais justement dans le même sens et vous dire que l'appui du Burkina à la recherche d'une solution durable qui préserve votre intégrité, votre unité, votre souveraineté et sous l'égide justement des Nations Unies reste en tout cas un aspect clé que nous allons toujours respecter. Merci. Encore merci beaucoup merci. Pour l'accueil chaleureux. Merci pour toutes les perspectives qui se dégagent pour le renforcement de cette coopération bilatérale. Merci. Encore merci beaucoup. Merci, ma soeur. Washington, qui est التباحث بشكل مستمر بين المغرب والولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية اللي كيصر عليها جلالة الملك محمد السادس والرئيس بايدن.
كانت مناسبة للتباحث حول هذه الشراكة في مختلف جوانبها، وكانت كذلك مناسبة للحديث حول مجموعة من القضايا الإقليمية المرتبطة بشمال إفريقيا بمنطقة الساحل أو في منطقة الشرق الأوسط. وجلالة الملك كان دائما كيأكد على أن الشراكة مع الولايات المتحدة هي شراكة مهمة، ولكن كيخصها دائما أن يتطور المضمون ديالها، أن يتأقلم مع السياقات المتطورة، وأن يكون هاد الشراكة تكون دائما متوازنة وكتحمي المصالح الاستراتيجية للطرفين. كانت مناسبة كما شفتوا باش يتم التأكيد فيها على الدور المحوري للمغرب ولجلالة الملك في استقرار الإقليمي، سواء في منطقة الشمال إفريقيا والشرق الأوسط أو في إفريقيا بشكل عام. وكذلك المساهمة المهمة للمملكة المغربية ولجلالة الملك في البحث عن حلول للمشاكل الإقليمية الموجودة في هاتين المنطقتين. الزيارة كذلك كانت مناسبة لتأكيد الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية، وخاصة دعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل لهذا النزاع الإقليمي. وهذا كيجي في إطار هذه الدينامية الإيجابية المتواصلة، سواء من قبل القوى العظمى وأعضاء مجلس الأمن، سواء من قبل الدول اللي عندها معرفة كبيرة بهذا الملف في أوروبا، في إفريقيا، في العالم العربي، واللي كلها كتمشي في اتجاه ديال أن حل واحد ممكن هو حل في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي اللي قدمها المغرب في 2007. بالنسبة لسؤالك الثاني، بطبيعة الحال المغرب تابع بقلق هاد بعض التصريحات اللي فيها من أعضاء من الحكومة الإسرائيلية اللي فيها استفزاز لدول عربية، هو استفزاز كذلك لحقوق الشعب الفلسطيني. المغرب دائما كان كيدين وكيرفض كل تصرف غير مسؤول، كل تصرف اللي يمكن يكون تحريضي واللي يمكن يكون عنده أثر سلبي. المغرب اللي كيرأس العاهل ديالو جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس كيأكد دائما على أن الحوار وأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو 67 والقدس الشرقية كعاصمة تعيش جنبا مع جنب في هدوء وفي تعاون مع دولة إسرائيل. هذا موقف اللي مطابق مع الشرعية الدولية، مطابق مع مبادرة السلام العربية، ومطابق مع قرارات مجلس الأمن. المغرب دائما كيرفض الأعمال أحادية الجانب، واللي ما يمكن لها إلا تبعدنا على هذا الحل ويدعم كل المبادرات اللي يمكن لها تمشي نحو تهدئة ونحو إيجاد هذا الحل، حل وفق مقاربة حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. شكرا.